الديوانية. ليلة جديدة من ليالي المارينا وسهرة أسرية أخرى إن شاء الله راح تستمتعون من خلالها اليوم وعلى مدى شهرين من الأحد للأربعاء. كوكبة متميزة من الفنانين راح يحيون لنا سهرات وليالي جميلة في ليالي المارينا. أقضينا سهرات الفنانة غادة رجب والفنان أحمد الحريبي اللي أكيد راح يرجعون لنا إن شاء الله في ليالي أخرى. الليلة اليوم راح يكون عندنا ليلة روائع الراحل أبو بكر سالم وأصيل أبو بكر سالم بصوت الفنان اللي مشرفنا ومنورنا اليوم ناصر المعنى. لكن قبل ما نرحب في ناصر خلونا نقول من يود حضور هذه الليلة وهذه الليالي ما عليه غير أنه يحجز تذكرته وين تطبيق إيفنتات. رواح أبو بكر سالم وأنت من عشاق يا أبو كميل أبو بكر سالم. أي والله. فالليلة راح تكون أنت أكيد من الحضور بإذن الله. أول واحد راح حضر اليوم. عافية عليك يا حبيبي. لكن من سيحيي هذه الليلة وهذه الروائع أنت يا منو؟ ناصر المانع. ناصر المانع. ناصر المانع فنان شاب وجميل ورائع. عشق حب الفن اليمني أو اليماني وحاول يطوره بطريقته وبأسلوبه من محب وعشاق الراحل أبو بكر سالم. لذلك هو من سيحيي الليلة من ليالي المريرة. ناصر سالم مبارك يا حبيبي. الله يبارك بيانك. تسلم حبيبي. مساك الله بالخير طال عمرك. بادئ ذي بدء بداية ليالي المارينا شلون شفتها من خلال البروفا من خلال الحفلات اللي صارت أو الليالي اللي صارت وصارت والله اللي صارت. للأمانة أنا أشكر صراحة كل القائمين على المهرجان أعتبر المهرجان كبير هذا صراحة والله وأشكر دكتور فوزي المقاوي صحيح لأن مدرسة نعم وإحنا لازلنا بالأعمار هذه هم لازلنا طلبة في أي مجال. عافية عليك. فتعلمنا من حتى أبو يوسف اللي يعرفون الناس فيه. أكيد. ما شاء الله ما قصر يعني وأشكرهم على اختيارهم صراحة حق المهرجان الحلو هذا وحق الفنانين هذيل المميزين يعني ما أقول كلمة هذه لأن أنا وياهم بس لأن أهما يعني يغنون شخصيات يعني الغنية بحذافيرها ما ينزاد شيء منها ولا ينقص شيء منها. فأنا مثلي أنا طوري طور الفنان بكر سالم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه أحب أغني الغنية حتى ساعات يقولوا لناصر أنت ليش تغلده أنا مو مسألة أني أنا غلده مسألة أني أنا أوصل الغنية بالشكل الصحيح أنا عندي يعني عندي صفحة بالتيك توك شو أسوي أغني الغنية بحذافيرها المتابعين اليمنيين شو يقولون شلون انت الكويت تغني نفس طريقتها يعني نفس الإجادة تجيدها بنفس اللكنة بنفس المفردة لأن في كلمات ما نعرفها ما تعرف يعني إيه. مثلا أغنية الصدق والكذب من صنع البشر لكن وقعه بالنجيل نجيل قصده وقع لا وقع بهم يعني قالوا عنه وقيل على حسب اللي طاحوا بالنجيل يعني دفنوا اللي المعروف وطلعوا اللي مستخبي كذي انت من متى بدت قصه عشقك حبك لفنان ابو بكر سالم ناصر والله من الصغر انا حتى تعلمت عود عزف يسار وسبه هو ما شاء الله نفس الشيء نفس الطريقه انا مو انا من احترامي حق باقي الفنانين بس لانه هو يعني ما عنده اسفاف في اختيار الكلام عافية عليك ناصر اي ما عندي يعني تصدق انا رحت اليمن في 2011 قعدت بس اتعلم الهنك مالهم اليمني اتعلم في كلام يمكن يكون في مسبه احنا ما نعرفه فتعلمت في بعض كلمات يعني رحت اليمن قعدت عشان تعلم كلمات اي قعدت وياهم وعرفت مده قعدت ولا شو والله قعدت شهر كامل ما شاء الله تخيل تلميذ ومدرسين فكل ما غنيت اغنيه قال لا ناصر مو كذي قولها كذي أقول موجودة بالنت يقول لي ما تشوف بالنت هذا الكلام الأصلي اللي للغنية بهالطريقة بهالأسلوب إيه؟ المفردة اليمنية ناصر تبارك الرحمن وخصوصا اختيارات الراحل أبو بكر سالم دائما تكون الكلمة الرصينة الكلمة المثقفة المفردة الجميلة نيت من باب النصيحة ففي أغانية لها نصيحة إيه؟ نيت من باب المحبة والعتاب والاعتذار تلقى هالجانب موجود في انتقاءاته لذلك خلني أقول لك يعني لكل غنية هناك ترها مواضيع أو قصص معينة وأنت مو بس عاشق لأبو بكر سالم وأغانية رحمة الله عليه أنت حتى قاعد تبحث ما وراء شلون غنت الأغنية وشنو قصة الأغنية يقولوا أنني فضلت غيره علي مع حسين محفار شنو قصتها هذه شوف الأغنية هذه أبو بكر سالم لاحظ الله يرحمه لاحظ حسين المحضار أنه لها عنه فترة طويلة لها عنه وما قام يعطي كلام فسمع أبو أصيل الله يرحمه أن المحضار معطيه كلمات حق فنانين
فقال الله يقول اني فضلت الله ابو علي، يعني الحين انا صاحبك واخوك وخدنيتك. قال انا مو ناسيك، انت اخوي ابو اصيل شلون انساك يعني. بعد فتره قام وكتب الكلام، انت يا المحضار يقول عن ابو بكر سالم يقول انني فضلت غيره عليه. حلو. وغيره معي يطلع كما ايه كما ايه، يعني ما حد سواه. انا ما نسيت، انا ما نسيت معاه عهد الصبا وسر وسط قلبي مخبى. الله. درست الهواء انا وياه من الف باء، كل من دعا صاحب ولبه. فكتب الكلام هذا وخذاه ابو اصيل. لو تلاحظون الشريط، حتى شريط يسمار اللي هو لا سوري، يقول اني فضلت. ايه. مسوي مقطع حاطه بوكر سالم حسين المحضار بالبدايه. صح. كان يدندن فيها. يدندن فيها. ففاجئ المحضار قال ابو علي اسمع 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 الدخله. اسمع الاغنيه. ايه. فحتى المحضار ما بغى الموقف هذا، قال ما بالناس يدرون أني أنا أغني. وحتى أغنية يا سهران لها قصة. نعم سهران. يا سهران قول لي القصة. ناصر أكثر الأغاني قصص. أي أي لا شوف، أبو بكر سالم الله يرحمه أسطورة. أنا طبعا صح. ليش أسطورة؟ تكلم عن في حال يوم طلع من اليمن، تكلم عن يوم غنى في البعد عن عياله. وثق حياته في أغنية. كل شيء. أي حتى والله في واحدة من الأغاني اللي يقول حبيبي غاب لكن حجة الغايب معاه. الله. بعد ما سجلها وغناها قال دزوا الأغنية حق بناتي خلي يسمعونها يعني أساسا حقهم. إن أهداء منا لهم. بعد طلعت من اليمن في سنة 67. شنو أحسن أغنية تستحضرك يعني ودك تغنيها من بكر، يعني قلت هذه واو؟ والله عندي أغاني وايد، بس في أغنية لازم تكون لها يعني. والله لا وايد شكلك يعني. لا والله العظيم. يا سمار مثلا. سمار اليوم راح نقولها ان شاء الله. شوف في اغاني مميزه للفنان ابو بكر سالم. نعم. وفي في ناس دارجه عندها بعض الاغاني، لكن ابو بكر سالم ناصر ترى كنز. في اشياء لحد الحين ما ظهرت او ما انتشرت او ما تسوقت بشكل او باخر. في بعض الاغاني تقول والله هذه ما انخدمت صح، هذه الاغنيه لحد الحين ما اخذت حقها، مع ان اغنيه لا تقل تميزا عن باقي الاغاني. والله شوف الشيء هذا يرجع حق المتلقي. عافية عليك. المتلقي عندنا يعني خلينا نقول شغله، الحين بالكويت عندنا يمكن 7-8 اغاني اللي معروفين هذيل مالت ابو بكر سالم. صح كلامك، هذا اللي اقصده. اي. وانا يمكن الناس يدرون ان انا ما احضر حفلات، ما احضر سمرات اقصد يعني. سمرات ما تحضر؟ اي ما احضر. ليش؟ لان انا ودي لما اقعد بسمره اغني شيء جديد حق ابو بكر. عافية عليك. الدارج. اي خلاص دارج اوكي عرفناه، دارج ممكن 5 مطربين يقعدون مع بعض يغنون نفس الاغنيه. صح. يعني انت حبيت يعني الغناء العدني او العدني عن باقي الخليج يعني. صح. اي طبعا حبيت الغناء العدني يعني. قلت لك لان غناء يعني هو العدني او اليماني اللي احنا سميناه يماني، ما في يماني العدني طبعا. لا هو نفس الشيء. صح. إيه كله يمني. إيه. فاللي صار انه لان اللون مميز وما في اساسا، ما في اساسا مطرب في شبه الجزيره العربيه ما غنى يمني. صح. البعض الحين قاعد يتجه الى هذا الجانب، الجانب الاغاني العدنيه. نعم. سواء في سمراتهم او حتى مثلا في سيدياتهم او مثلا الامور هذه كلها. انت من هالناس اللي تشوف هذا الامر جيد انك لازم تكون من هذا الخط ومن هذا الجانب، ولا تشوف ان الناس بدات تعتزل السماع لمثل هذا النمط وهذا اللون انت؟ لا هو موجود، بس الحين زمن هذا زمن ايقاعات. شنو الايقاع يقول؟ اي زين انا مع الايقاع. ما قام يهتمون بالكلام. وبعدين في شغله في حقوق ادبيه. صح. اني انا اذا اخذ اغنيه يمنيه ما اغير فيها يعني، ما احرف فيها، ما في الكلمه قصدك ناصر؟ اي في الكلمه، حتى في اللحن. في اللحن يعني في الحان مبيوقه زين، ها راح اتكلم فيها بصفحتي بالتيك توك. عافية عليك. في اغاني مبيوقه ما حد يدري عنها، بس لما تيجي مثلا والله يعني انا مثلا باخذ لحن معين، لا اصبر اقعد شهر شهرين انطر لين اشوف منو راعي الاغنيه الاساسي. ناصر انا فاهم فكرتك، بس خل اوصل لك فكره ثانيه. البعض الحين من باب ومن منطلق ومن تصور يقول لك ابي اطور التطوير، مو من فكنا التطوير هذا قاعد يشوه اللحن العدني اللي يحط آلات قصدك. برافو يعني عليك ابو عبد الرحمن. إيه انا اقول شنو السبب. اي انت الحين مثل لما تجيب واحد كويتي يغني لبناني، انا ما اعرف، انا اتكلم عن نفسي انا ما اعرف. امبلى كويتي يغني لبناني لازم شويه في لازم. إيه. مهما كان هذا كويتي يغني لبناني. صح. يغني مصري ما يقدر، يغني سوري ما يقدر، في لكنه معينه او في هنك معين. إيه. إيه. صح. ف يعني
الاغاني العدنيه اذا ما تغنت هم بالهنك اليمني مالهم ما تصلح. هذه اللكنه. انا ارجع لك على قصه اللحن وتطوير اللحن. في العدني انت تشوف مو افضل ذات الالات، ذات الموسيقى، ذات اللحن اللي تعودنا عليه، افضل من قصه التطوير، لان التطوير هذا قاعد يشوه بعض الاغاني العدنيه. انا قاعد اقول لك اذا شوه لا يسوي. حتى بالغنى اذا شوه لا يسوي. ومداخلات ابو بكر بالاغاني يعني مثلا ما في احد مرتاح. إيه؟ لما يقول ال صاد اللي أو لما يغني مثلا رويشد بعدين يضحك. ايه يعني ما لقيت مطرب يدش مثل ابو بكر الامانه يعني. باصيل باصيل عند الارتجال الثاني مشهور. لا مشهور بشغله ردود الكورال. ايه يعني حتى يا حبيبي يا حبيبي إيه؟ الله الله يا حبيبي هذا ما حد يقولها يعني. ايه فالكورال كله في أغنية عنده اسمها يا ضبي يا ضبي راما كان عنده باستديو. فخلى الكورال يقول يصفر صفرون يا يعني الكورال قاعد يصفر ما حد يعني هو ما شاء الله يعني الله يرحمه. امتيازات لك لا انا ابو بكر قاعد ذكر اغنيه قبل لا يقول لو ذقت مهما ذقت انسى كيف انسى احبه بصارع الموت. اي والله يعني شيء سلام عليك يعني والله العظيم سلام حافظهم ترى على فكره من عشاق انت من بعد ناصر المانع تنافس في حب ابو بكر. هم ساعات يقول فهد عدني يسمونك فهد عدني فهد العداني. اي تمشي ابو كميل. ناصر على حبك ويعني وعشقك لابو بكر سالم ما التقيته خلال حياته؟ بلى شلون؟ عافيه عليك. قعدت معاه يعني؟ اي في القاهره كان في سنه 95. اي فقلت كلمت البدالة عندهم قلت يا جماعه بيت الفنان ابو بكر سالم. هو قاعد هناك يعني؟ اي عنده شقته هناك بيته واستديو وهذا. المهم كلمت طلع البداله أعطاني رقم تليفون دقيت عليه ولا واحد مصري شال التليفون. حلو. تفضل يا فندم تفضل يا فندم. أقول له مين؟ أقول له ولدك ناصر المانع من الكويت ما يعرفني. ولا شوف تليفون ثاني إن شاء الله. ألو أيوة يا حبيبي. نعم يعني كلام حلو. كمل تواضع. نبي نتذكرنا فيه الله يرحمه. أي والله. فقال لي تعرف سوبر ماركت سعودي؟ قلت له اعرفه انا ما اعرفه بس ابي اوصل له يعني اي واحد بالشارع اساله راح يقول لي يقول له اعرفه بس عشان لا يغير. بروح له بسرعه. المهم والله كان ركب معه تاكسي قلت له معك امر سوبر ماركت سعودي. حلو. هذاك اليوم انا شفت القاهره كلها. شفت القاهره كلها صراحه فرني فر. المهم عقبها ثاني يوم كان قال لي تليفون قلت له بوصيل ترى ما لقيت الاستديو. قال سوبر ماركت سعودي سوبر ماركت سعودي اللي في الدقي. ايه قلت يلا جايك. واروح ثاني يوم الغريب بالموضوع يا جماعه الخير ان يوم وصلت عند باب البيت هو فيلا اللي استديو عمار شريعي. حلو. هو طلع لي برا. قاعد اقول لك التواضع في هذا الانسان يعني مهما وصل من مواصيل فنيه كبيره لكن عنده هذا السنس التواضع تبارك الرحمن. والله تدري ان انا لا في وجهي على الشارع وهو من وراي يعني ما توقعت انه قلت يمكن الموظف اللي داخل بيناديني داخل. صحيح. طلع لي برا لابس الله يرحمه بدله سفاري هذا سفاري اربع مخاوي هذا فيها و بس على راسه استغربت يعني ما ابوسه من وين؟ بس على راسه كان يمسك من يدي ودخلني داخل كان احمد فتحي موجود الله يذكره بالخير استاذ احمد فتحي وسمعته وغنيت قدامه ايش كان ردت فعله يوم سمع؟ والله استانس يعني انت قال لي تعرف اصيل؟ قلت له ما اعرف اصيل كان اصيل وقتها بعد ما طلع إيه؟ اذكر اصيل كان طالب في امريكا امبلى قلت له ما اعرفه قال سبحان الله صوتك نفس اصيل احمد فتحي قال لا هو قال لك ابو بكر ان صوتك نفس صوت اصيل إيه تبارك الرحمن قال احمد فتحي قال لا في منك اصيل في من صوتك قمت انا غنيت اغاني يعني في اغنيه وطنيه عندهم واحبها دائما قلت خليني امسكها من الاغنيه هذا شوف يعني حرك مشاعر عجز نبضه فيها اغنيه وطنيه والله غنيتها قدامه يوم غنيتها ولا كان طالعني وقاعدين على القنفة هذا من نفرين أنا وياه حلو كان يقوم يلمني وسمعت بعد أغاني سمعت غيار سمعت أغنية عتابك حلو قديمة مالته هو حلو
والسانس شنو طالب شنو الياهل هذا الكويتي اللي جاي يسمين الأغاني هذه يعني أغاني كبيرة طبعا هذه. وأنا بالعمالة اخترت الأغاني اللي فيها الطبقات عافية عليك في قرار فيها جواب إن شاء الله اليوم بالحفلة راح تشوفون الأغاني المختارين هم ناصر خوك جاسم قاعد يتواصل معي وهو أيضا من عشاق أبو بكر سالم يقول أنا من الناس أيضا المعجبين بالعزيز ناصر المانع واللي قاعد يؤدي أغاني وصوت جميل ورائع. يقول حق ناصر أكيد عنده خبر أن أبو بكر سالم مو بس فنان أسطوري مثل ما تفضل وليس فقط ملحن، ترى أبو بكر سالم أيضا شاعر. نعم صح أبو بكر سالم الأرحمة شاعر وكان يعدل على 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 كلمات المحضار الأرحمة المحضار ما كان يزعل يعدل من باب الميانة الصحبة الرفجة مثل في أغنية إيه يقول لو خير أهو شوف تعديلاته حق السوق أنت يا أبو بكر سالم إيه لكن المحضار كلامه يعني نص مثل ما تقول النص الشعري المتكامل يكون بالضبط إيه بصيل سوى شغلة حق العالم المستمع السوق المستمع. صحيح فقال لو خيروني بختار الذهب إيه؟ شوف لو خيروني بختار الذهب الناس في الدنيا معاه صحيح والله شو يقول أول شيء المحضار إيه؟ يقول ما كنت متوقع خيانته لي وأنا أحسبه في الناس خلي صحيح كم حذروني من هوالي قالوا تحذر لا يخونك شوفوا خاين إيه؟ الناس في الدنيا معاه أبو بكر إيش كاتب وراها إيه واغتر لما شافني مبتلي الله في الحب جاني إلى محلي قصده يبي يضحك على عقلي ما يعرف إني أعرف ظاهر وباطن الناس في الدنيا معادي هني تضارب البيت الأول مع الثاني صح. الأول إن أهله قاعد يحذرون منه والثاني قاعد يقول أنا أحبك يعني صح إيه. فشون تحبه وشون أهله يعني شون قاعدين وهني مايل صوبه إيه مايل صوبه هني يوم سمع المحضار الكلام هذا طبعا قال بواصيل سوي ما عندي مشكلة بس غير يويلي بس مو أحلى عموما أنا مستمتعين معك ناصر وأكيد اليوم راح نستمتع في ليالي المارينا بليلة أخاذ وليلة مميزة وسهرة جميلة لرواع أبو بكر سالم شو تقول حق اللي بيحضر الحفلة اليوم والليلة شو بتقول لهم والله أول شيء أنا أتشرف جدا جدا في حضوركم وراح أقول لكم يعني هي ليلة مميزة صح سواء أنا ولا كان إخواني اللي غنوا أو اللي بيغنوا إن شاء الله بعدين عافية عليك ناصر وشيء ثاني أن عندكم برنامج الإيفنتات ممكن تدشون عليه يعني وتحجزون برافو وأشوفكم هناك وتشوفوا الأغاني اللي طابع أبو بكر سالم الصحيحة يعني ولا تصورون باقي الفنانين واتمنى التوفيق ان شاء الله لكل ولكم احنا نتمنى لك توفيق ناصر المعنى. قبل الفاصل في اخر الاغنيه مالت الصدق والكذب اللي يقول اهبش ما يعني وهبش هذه لك يقول الحضاره من يعني يعني شلون وهبش يعني مثل دا يعني مو دان يعني مو دان يعني كلمه حضرميه ايه وهبش عشان عندنا ولعب عرفتها؟ ايه عرفتها ولعب وهبش يعني يلعب وهبش بخليك تهبش الحين انطر لكن على الصدق ودي اقيم رواع عصام كريكة لانه شابه تعرف عصام كريكة؟ نعم عصام كريكة غنى اغنية شنكوتي اسمها شنكوتي اللي يسوي كذي بس يسوي كذي يقول شنكوتي ناصر المانع الله يوفقك اليوم ان شاء الله حبيبي وبقية الحفلات ناصر المانع راح يحيي ليلة من ليالي أبو بكر سالم وأصيل أبو بكر سالم والله اذا كنت باذن الله من المهتمين ومحبين هذا الفن مالك الا تدخل على تطبيق ايفنتات وحجز تذكرتك ناصر راح يكون الليلة معانا وفي 22 و30 هذا الشهر من روائع أبو بكر سالم وأصيل وبكر سالم ويرجع لنا مرة ثانية في هذه الروائع يوم 11 و21/6 كل التوفيق لك يا ناصر يا بعد راس حبيبي تشرفنا فيك والله بعد الفاصل احنا مستمرين معاكم في ديوانية المارينا